ألقي صورة حبيبك أو زوجك في الهواء وخلي عقله يطير بالتفكير فيك ليل ونهار، ما يقدر على فراقك حتى دقيقة. جلب سريع بسرعة البرق وطاعة عمياء أبدية، وتهييج يخليه يرجع لك حتى لو بينكم خصام، حتى لو بينكم فراق السنين. للرجل المتكبر والعنيد بهذه الوصفة حبيبي، بهذه الوصفة راح تكسري عناد وتكسري يعني راسه اليابس، ويرجع لك خاتم في يديك. جربيها وردي علي حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعاتي الغاليات، بارك الله فيكم جميعا، أشكركم على تعليقكم الإيجابية والجميلة في حقي وصفاتي وأعمالي الروحانية. للتواصل من أجل أعمال روحانية كنخلي لكم دائما الجيميل ديالي في صندوق الوصف في أول التعليق. أتمنى منكم حبيبي الله يسهل عليكم ويسر أموركم، نتمنى منكم هذا العمل الروحاني متابعاتي الغاليات تعملوه كما يجب، تعملوه كما يجب بدون زيادة ولا نقص، يعني تعملي حبيبتي كما يجب بدون زيادة ولا نقصان، لأن أي حاجة عملتيها ناقصة في هذا العمل راح تنقلب ضدك، فهمتي علي؟ أي حاجة عملتيها يعني ضدك راح ترجع ضدك، لذلك عملوها بدون زيادة ولا نقصان. بالنسبة للشروط، أهم شرط هو النية، النية السرية التامة، بمعنى لا تخبري أي حدا أنك راح تعملي هذا العمل الروحاني، تعمليه في مكان هادئ، فهمتي، مكان هادئ وتكوني طاهرة، يعني لا تكوني لا على جنب ولا على حيط، فهمتي عليا. الوصفة تعمل حبيبي في النهار، ضروري يكون النهار وليس الليل، ومن الأحسن اعمليها في جميع الأيام، اعمليها في جميع الأيام باستثناء حاولي تتفادي الأربعاء والسبت، الأربعاء والسبت حاولي تتفادي هذه الوصفة. بالنسبة للمكونات راه سهلة وبسيطة، راح نحتاج صورة الحبيب أو صورة الزوج، لو ما عندك صورة الحبيب أو صورة الزوج لكن من الأحسن تكون عندك، لو ما عندكش راح تاخدي ورقة بيضاء كبيرة وتكتبي فيها اسم حبيبك واسم أمه، لو ما عرفتيش اسم الام دائما اكتبي ابن حواء، فهمتي علي، لكن من الاحسن تكون الصوره، فهمتي علي. ثم راح نحتاج قلم، اين هو القلم؟ ها هو قلم، راح نحتاج قلم، من الاحسن دائما يكون قلم احمر. وراح نحتاج حبيبي في الله زيت الزيتون، زيت الزيتون والفلفل الاسود، زيت الزيتون والفلفل الاسود. لحد الان الامور واضحه. دائما حبيبي في الله كما اخبركم قبل بدايه اي عمل روحاني، حاولوا تعطروا المكان بعطر جيد وتشعلوا شمعه عشان يعني تنوروا المكان، فهمتوا علي حبيبي في الله. بالنسبه للمكونات خبرتكم سهله وبسيطه، اذا ما عندك صورته كيف ما قلت لك هزي ورقه وكتبي سميتو، تاخذين صورته صوره حبيبك ولا زوجك وتضعينها امامك، يعني تشوفي فيها يعني امامك، وانتي عم تشوفي في صوره حبيبك وانتي تقولي يعني الصوره تحطيها هكذا امامك، وانتي تقولي 7 مرات هذه العزيمه، تقولين نظرت لك نظره العشق والجلب المجلوب لكي تاتيني في الحال مسرعا باكيا راجيا السماح مني انا فلانه بنت فلانه، تقولين 7 مرات والصوره امامك، تقولين نظرت لك نظرة العشق والجلب المجلوب لكي تأتيني في الحال مسرعا باكيا راجيا السماح مني أنا فلانة بنت فلانة، 7 مرات. ثم تأخذين صورة الحبيب أو الزوج يعني خلف الصورة ماشي على الوجه، خلف الصورة تكتبين هذه العزيمة، خلف صورة الحبيب أو الزوج تكتبين هذه العزيمة، تكتبين خلف صورة الحبيب يعني خلف الصورة تكتبين هذا الكلام بلاتي أشيل هذه الخواتم لأنها تعرقل الكتابة، تابعوا معي حبيبي في الله جيدا، تكتبين علقتك في الريح، في الريح علقتك في الريح يا فلان ابن فلانة، يا فلان ابن فلانة، يا فلان ابن فلانة، علقتك في الريح يا فلان ابن فلان، اسم حبيبك اسم امه، لما عرفتيش اسم الام اكتب دائما يعني ابن حواء فلان ابن فلانة، عشان عقلك كنكتبو علقتك في الريح يا فلان ابن فلانة عشان عقلك يطير وقلبك يتحرق بعشقي، يا فلان ابن فلانة درت لك الحرور باش تشعل النار في ذكارك وما تحلى لك في الفراش غير بنت الملوك، بنت الملوك المرضية، فهمتوا عليا؟ كل ما تفكرتيني، كل ما تفكرتيني عقلك يطير
عقلك يطير، كل ما تفكرتيني كل ما تفكرتيني عقلك يطير وراسك وراسك يشيب. وجلبتك جلبة الملوك باش توب، وبمحبتي وبمحبتي وعشقي ترجع كي الكلب الوافي المحبوب. علقتك في الريح، علقتك في الريح يا فلان ولد فلانة، عشان عقلك يطير وقلبك يتحرق بعشقي يا فلان ابن فلانة. درت لك الحرور باش تشعل النار في دكارك، وما تحلاليك في الفراش غير بنت الملوك المرضية. كل ما تفكرتيني عقلك يطير وراسك يشيب، وجلبتك جلب الملوك باش توب، ومحبتي وعشقي ترجع كي الكلب الوافي المحبوب. فهمتوا علي؟ هذا الكلام تكتبينه خلف صورة الحبيب، ماشي على وجهه، خلف الصورة. فهمتي؟ كتابتكم صغيرة أحبابي في الله. بعد ذلك نأخذ الصورة ونعلقها، يعني نعلقها في يعني الخيط، الخيط اللي نشروا فيه الملابس، نعلقها في سطح المنزل لمدة يعني دقيقة أو دقيقتين. نخلو يعني الصورة يديها الريح، يديها الريح ويجيبها. بعد ذلك يعني بعد دقيقة أو جوج دقائق والصورة الريح يديها ويجيبها، كتاخدي هذه الصورة كتدهنيها بزيت الزيتون على وجهها، تدهنيها بزيت الزيتون والقليل من الفلفل الأسود الفلفل الحار، ثم تقومين بحرقها قسما بالله والله العلي العظيم، وهي تحرق وقلب حبيبك ينحرق يعني بمحبته ليك. والله العظيم جربوها وردوا عليا احباباتي، راه من اقوى الوصفات الروحانيه، قويه 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 جدا، يعني راه ما يمكنش شحال قويه. جربوها وديروا النيه، يعني ديروا النيه والحاجه مقضيه، راه ساهله وبسيطه. ما تقوليش يعني حتى المكونات راه ما فيهاش شي مكونات، فيها الفلفل الاسود وزيت الزيتون وصوره الحبيب. فيا ربي اي وحده دخلت على هذا الفيديو يا ربي تنصرها على عدوها وتعطيها ملوات في خاطرها، يا ربي تعمركم معمارة مكه والمدينه وتستركم كيما ستر ربي لسان ورا سنان، يا ربي تيسر اموركم حبيبات وكونوا عيالات وكدات، وما تخلوش شي ولد مرا يضحك عليكم. خدموا خدمه ديالكم وديروا شغلكم وزيطوه وقادوه، يا ربي تفتح عليكم يبان الخير وتفرج عليكم كرم الدنيا والاخره، يا رحمن يا رحيم، يا ربي تنصركم وتعطيكم ملوات في خاطركم يا رحمن يا رحيم. والله العلي العظيم ربي اللي شاهد عليا، راه كنبغيكم بزاف وكنحبكم، الهلي حرمني منكم والهلي حرمكم مني. واي واحده بغات شي خدمه ولا واقفه على شي حاجه مرحبا والف مرحبا، راه يعني كنفرح بزاف ملي كنقرا التعليق ديالكم. ديروا النيه والحاجه مقضيه، جربي ما تسقطش معاك هذه الوصفه، جربي هذه جربي هذه. والناس اللي عندهم السحر ويديهم بارده، حاولوا دائما قبل ما تعملوا اي وصفه غسلوا يديكم بالحليب وشوي ماء الزهر وفسخوا راسكم عندنا قبل ما ديروا اي عمل، راه الوصفه سهله وبسيطه، واهم حاجه ان مفعولها قوي قوي. كوني مرا وقاده، ما تخليش شي ولد مرا يضحك عليك، راه بحد عندكم اختكم ورديه فما عندكم مناش تخافوا، والله ينصركم على من عاداكم حبيباتي. عملوا الوصفه وديروا النيه والحاجه مقضيه، يا الله حبيباتي تهلاو فيا في راسكم.